والآن مع نشيد فريق الاتفاق. ويسره أن يعود لينقل لكم الوصف والتعليق لمباراة اليوم بين الاتفاق السعودي والزمالك السعودي كاس آسيا عام 88. ولهذا يعني كرة أمامية سريعة بحاول يحصلها الدعيع، طبعا الدعيع الدعيع كان صغير محمد. الله كابي نسخة ثانية من من عبد الله، كرة ملعوبة أمامية ومحاولة طه بصري كان كنا نقول دائما أحسن لاعب مصري، طه بصري وأخرها شوي محمد بحاول يعدي محمد يلعبها إلى يوسف الثنيان دكتور لعبها أمامي يبغى يغير رايه وفي تكتل من خط من لاعبي الزمالك المصري. طبعا الزمالك المصري الان يتصدر الدوري المصري داخل 18 اللعب تتهيأ على صدر راح يسدد ويسدد قويه لكن الى خارج ارض الملعب. هزه شويه لهم يستحقون التقدير والشكر منهم لسمو احمد حاول يعدي لكن الكره مقطوعه وترجع مره ثانيه واللعب في خطا لا يقول الحكم. لكن انا اعرف جمهور الاتفاق، اعرف عدد جمهور الاتفاق، اعرف ايش نسبه استحواذه على الجمهور في المنطقه الشرقيه، ولهذا يعني انا الوم الجماهير الاتفاقيه واتمنى ان شاء الله في الشوط الثاني كره من العبا ما تلعب ولكن الى خارج ارض الملعب. شارك مع عبد الله صالح الذي شارك في اول مبارياته امام المنتخب الهولندي. كره عاليه وطويله، ابراهيم غدم في نص الملعب، عبد الله صالح، يوسف الثنيان يحاول يعدي وخطا ليوسف الثنيان اللاعب المهاري لاعب نادي في وسط الملعب حصل على طول عرضيه ولكن محمد دعيع اقرب. محمد دعيع لا شك ان النجوم اللي حضر يوسف الثنيان هو اللي راح ينفذ في نص الملعب. كره تنقل ناحيه اليمين لعبد الله صالح ياخذ كرته يحاول يعدي يرجعها ورا لابراهيم المغنم. المغنم بيلعبها اماميه باتجاه هناك في قطر والمشاركه الاغلى ايضا لعبد الله صالح المشاركه والانجاز الكبير للمنتخب السعودي عام طبعا اللاعب المهاجم الخطر في الزمالك. وراح نشوف كره اللعب محاوله داخل 18 يحاول يرجعها ورا لعلاء علي يبحث عن التسديد يسدد الى خارج الملعب. ضربه مرمى لمصلحه الاتفاق. محمد دعيع تاريخ طويل، محمد دعيع بدءا من الطائي الى الهلال وانجازات مع نادي الهلال لسنوات طويله ومع المنتخب السعودي شارك لي مع المنتخب السعودي لسنوات في كاس العالم والملكي. الامير تركي بن سلطان حريص جدا على ان يقدم الكثير للرياضه السعوديه والنقل المميز حقيقه. كره اللعب طبعا عبد الله صالح ويوسف الثنيان والتغطية حاضرة وبالتالي خطأ للاتفاق. مالك معاذ يوسف الثنيان يحاول يعدي يا سلام على المهارة وتنشال على طول. مالك معاذ في نص الملعب لاثنيان لمحمد نور ياخذ كرته يا سلام محمد نور لاثنيان يحاول يعدي بيلعبها وراح يعمل مهارة أمامية حلوة للقحطاني يحاول يعدي هيئ نفسه ومحاولة ترجع على طول تسديدة وتتهيأ وعلى طول تكريم عبد الله صالح. هذه الكلمات اللي تحدث مع قبل المباراة يتحدث شكرا لكل من ساهم من الشخصيات الرياضية المعروفة وأيضا أوصل شكر هو اللي راح ينزل ومصطفى معيلو ماتيوس راح ينزل بدل اذا مصطفى معيلو بدل محمد الدعيع وماتيوس لاعب وسط البرازيلي ماتيوس. اذا محمد الدعيع يخرج بعد ان شارك في الدقائق العشرين الاولى من زمن الشوط الاول تكريما لعبد الله صالح النجم المونديالي. ومصطفى معيلو هو اللي راح ينزل. يوسف ثنيان ايضا يخرج شارك ووجه شكر. كرة تلعب على طول القحطاني ويحاول ولكن الى خارج الملعب.